مبالغ. إيه؟ طيب أنا ودي أذكر لو سمحت، كان في البداية ذكر واحد من زملاء أنه عندنا قمر بالتعاون مع ناسا. الصحيح أنه ناسا طلبت من المدينة تصمم لها قمر صغير لإجراء تجربة الجاذبية في الفضاء. ناسا طلبت من المدينة. والآن أنهينا القمر، يمكن شفته أثناء زيارتك. أيوة. القمر اللي بيطلع، أنا أيضا فخور، هو اللي كان في غرفة الأكسجين اللي تسميها غرفة النظيفة. النظيفة، الغرفة النظيفة. أنا فخور أنه مؤسسة عملاقة مثل ناسا تطلب من المدينة، هذه شهادة جيدة نعتز بها، مع أنه بيننا وبين ناسا اتفاقيات كثيرة لبحوث وتطوير في مجالات مختلفة. ليش هي طلبت من المدينة؟ يعني ثقة الواقع أنه نعم زاروا وشافوا إنتاج المدينة من الأقمار وجربوا. إحنا الآن كل الأقمار الثانية 12 لا تزال تطير وتعمل بانتظام. فهذه يعني شهادة على الجودة النوعية لأقمارنا. طبعا من ناسا يعني. ومن ناسا لا بأس بذلك. طيب الآن أنتم من اللي يطلع لما تصلعون القمر، ومن وين تطلقونه؟ كل إطلاق الأقمار 12 الماضي عن طريق قاعدة بايكونور في كازاخستان. كازاخستان هم عندهم إطلاق من أيام الاتحاد السوفيتي السابق، عندهم الإمكانيات، فإحنا نحجز وقت الإطلاق في سرعة عليهم طويل. في دول أخرى تطلق؟ في دول كثيرة. إحنا أول قمر صغير أطلقنا أطلق معنا قمر ماليزي وإيطالي وبريطاني في نفس الوقت. من حتى البريطانيين يطلقون على نفس الصاروخ؟ نعم. وصار فيه شيء في ذلك الإطلاق؟ يعني في آخرين ما نجحوا وأنتم نجحتوا؟ نعم، شكرا للتذكير. كان فيه نقطتين، القمر الصناعي السعودي يجرب على منصة الصاروخ مثل هذه، هل هو يثبت تماما؟ كل الأقمار جربت، قمرنا هو الوحيد اللي قالوا ثبت ممتاز خلوكم، الآخرين راحوا قالوا حك شوي من هنا وأزد هنا حتى يثبت تماما. الواقع الثاني أنه قمر ثاني بدون ذكر الدولة طار ولم يشتغل، طار المرة الثانية ولم يشتغل، فسألونا كيف أنتم اشتغل اللي حديثي عاد بهذه التقنية اشتغلوا الحمد لله، مش المشكلة؟ طلعت المشكلة أنه قمرهم كل الأقمار تأخذ الطاقة من الشمس فوق، جهاز الطاقة الشمسية حق أقمارهم الاثنين اللي أطلقت ما اشتغل زين، اللي عندنا والله الحمد اشتغل. طيب أبغى أكمل دي النقطة بس بعد الفاصل.